بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده تكلا ستراكشر سيشن 5، بندرب على فيرجن 17 مجموعه سي بي اس اس بي اس، مش كده؟ النهارده ان شاء الله هنبتدي نشرح الكاستم كومبوننت ادفانسد اوبشن، او ازاي ندخل نخلي الكاستم كومبوننت بتاعتنا سمارت. قبل ما هنبتدي نخش على الكاستم كومبوننت ونخليها سمارت، في اسئله من الشباب تيجي ان هم جربوا، فهنبتدي نجاوب عليها. بدايه باشمهندس كان عنده مشكله في البيلت اب سيكشنز. بص يا باشا، البيلت اب سيكشنز ليها طريقتين عندنا بندخلهم بيها. الطريقه الاولانيه ان حضرتك تمسك البيلت اب ده تحوله لفلانجه وود وفلانجه. صعبه الطريقه؟ يعني تعمل بيم تقطعها بليد، وبيم ثانيه تقطعها بليد في الاتجاه العكس، وبيم ثالثه في الاتجاه. الله ينور عليك، صح. انا بحبك كده لما اكون صريح وتدب على طول. تمام؟ في طريقه ثانيه، بس الطريقه دي مؤذيه في حاجه ثانيه. ايه؟ في عندنا قطاعات اسمها اتش اي وبي اتش اي. يوزر سايز، الاتش اي ده بتدخل له اللي انت عايزه، والبي اتش اي ده لو تبرد. ما انا هقول لك دلوقتي حاجه دلوقتي. بص، انا عشان فاتح ممكن على الميدل ايست، فملوث حاجات من هنا ومن هنا ومن هنا. يعني دي اتريبيوت، دي انفيرمنت جديده في تكلا 17 و16. الاتش اي انت بتختار البروفايل سب تايب بتاعك من هنا، ماشي؟ وبرده البي اتش اي بتختار البروفايل سب تايب بتاعك من هنا. ممكن توصل في الاخر قطاع تبرد الفلانجه اللي بره غير اللي جوه، وكل حاجه مختلفه عن بعضها. عيب القصه دي ايه؟ يعني هو بيتعامل معاها انها هيدروليك، يعني هي بتظبط مكروهات وكل حاجه وزي الفل، بس تيجي في اللوح مش عارف توصل الفلانجه على اللوح. بتطلع زيها زي الهوت رول، يعني هتنزل لك تحت في التمبلت اسم القطاع بي اتش اي كذا. فلازم يكون الورشه فاهمه يعني ايه بي اتش اي دي. فاهمني؟ دي قصه ثانيه. ولازم تكون في ورشه فاهمه يعني ايه اتش اي. فاهم؟ في شويه حاجات هناخدها واحنا بناخد الدرون، ممكن اقول لك نظبطها ازاي والتمبلت تتظبط ازاي، يعني بس يعني السكه دي طويله شويه. بس ممكن تتعامل معاها عن طريق التمبلت، او ممكن اتعامل معاها عن طريق التمبلت. طيب انا عايز بقى داخله دماغي ان انا ادخلها ويب وفلانجات. حاضر يا سيدي، ولا تزعل نفسك خالص. كنترول اف واكتب هنا كلمه تبر. ادي يا سيدي بي اي بي تبرت بيم تبرت سيكشن. ده بيعمل لك كولوم تبرت كولوم، تدي له البارتس الويب ثيكنس والاوتر فلانج والانر فلانج، يرزعهم لك مره واحده. ده تبر بيم، ماشي؟ وفي الكونكشنز بتاعته، دي تبر بيم تو تبر بيم، ده بيمشي على الايه؟ على الكونكشنز دي. وفي دي اللي بيسموها كونكشن طياره احيانا، وفي القاعده البيس بليت بتاعتها، بس ده برضه تبر بيم تبر كولوم، يعني ويب وويب وفلانجات، ولازم يكون معمول بالماكرو دي، ماكرو التبرد كولوم دي. ده تبرد كولوم متقسم على حتت. تمام؟ انا هسيبك تهري في الكونكشنز دي براحتك، بس في حاجه اقولها لك. لو نكون بنعمل شلتر او حاجه يعني بي بي او معرفش تسموها ايه، يعني بورتال فريم ريج فريم شلتر، سميه زي ما تسميه، في هنا كونكشن بتظبطه لك على طول. ده بيظبط لك نص المبنى وش كويس، وانت بتقول له مثلا موديفاي ابلاي اوكي، ماشي؟ تيجي ترزع المبنى هنا، هينزل دلوقتي مثلا اهو، بتعمل له طبعا ايه؟ بتعمل له موديفيكيشن زي ما انت عايز وتكبيره. ندي مثلا البيمز 1 ادي سلوب 10% مثلا، وبيم 2 سلوب 10% موديفاي. بنى لك الريدج اهو زي الفل وبتاع. طب ده اسهل احنا ده برضه بنفجره وبنشتغل بيه، يعني ده ما ماشي، حبيت تشتغل بده ماشي، حبيت تشتغل بالتاني برضه، يعني الامر يرجع لك انت تماما يعني. بس الكونكشن بتاعته بقى هتبقى الكونكشن بتاعته موجوده جوه. يعني بص، جوه الكونكشن هتلاقيك بتملى البارتس، من ضمنها البيس بليد، اي بين بارتس، هورزونتال اند بليد، ماشي؟ تيجي تظبط بقى كولوم واحد، ده بتملي الكونكشن دي هنا.
كولوم 2 بيس بليت بتاعتك اللي هي الكونكشن اللي تحتيها للكونكشن اللي فوق، وبعدين كولوم 3 اللي هي البارت الثالث من الكولوم، وبعدين بيم 1 نفس الحكايه، بيم 2 بيم 3 تمام. فدي طريقه يعني معظم اللي بيشتغل بورتال فريمز بيستسهل دي الاول، على الاقل يبدا منها ويعمل لها رايت كليك اكسبلود، يعني رايت كليك هنا اكسبلود تطلع كل حاجه لوحدها، يبتدي يمسك تول بقى وايه ويظبط الدنيا بتاعته. عايز يغير الكونكشن من جوه، بس لما بيفجرها بقى بيتعامل يعني. اتفقنا؟ يبقى دي البيلت اب تمام كده؟ في حد عنده اسئله ثانيه؟ انت كنت قلت لي مشكلتك كانت في الرينج. طب تعالى نشوف الكونكشن بتاعت الرينج بتاعتنا. ممكن نعمل سيرش على كلمه ايف. لا انا مسحته ببلاش. ايف مش نافع معانا. الايف اهي. ايف هونش. يا سلام. كونكشن 102. تعالى نشوف ايف هونش. مين بارت اهو. هو عمل له كت لوحده على فكره. دبل كليك. لا لا اصبر، ده انا هروقك. البارتس بارامترز. خلينا هنا كمان اهي. حط لك هيد بليت اهي كمان. 102. ايف هونش 102. طب لو عايز اشيل عايز اشيل ايه؟ عايز اشيل الكاب ده؟ لا مش الكاب ده. عايز اشيل حاجة الفلانجة بتاعت الفلانجة بتاعت دي احنا بنعمل فيها قصة تانية. ماشي. دي بنعمل فيها قصة تانية. عايز انك ما يجي اصلا. بص هقول لك احنا هنضيف هنا مسافة. هنضيف هنا مثلا 10 ماشي. في هنا كده ونيجي في البارتس نقوم ضايفين اند بليت فينا هو كاب بليت مش منضافه. لا يا راجل. في حاجه هنا مفيش هنا خلاص بتضيف بس هتبقى زباله. في كونكشن ثانية. طب ما ينفعش نعمل دي اكسبلور ونمسح ماشي. في كونكشن ثانية اللي هي الاند بليت. ما ينفعش. مية واربعين دي قصة لوحدها. طيب ماشي. 144 دي ممكن تحطه هنا في النص بليتات زي ما انت عايز. يعني ممكن تقول له ان انا هتحط اند بليت تخانة 20 ماشي. وتحطه فيتنج بليت واحد تخانة 20 برضه. ماشي كده بقت بليتتين وتدخل دي جوه دي ترجع تدي له هنا مثلا ناقص 10. انا بدي ارقام من دماغي على فكره كويس. وتخلع دي على دي تعمل بارت كات دي على دي. ده حل. طبعا البليتس هنا محتاجه تكبر شويه البي يعني خليها دي 250. وانا عايز الفيت بليد برضو كده نصح. انت ليه غبي كده؟ ليه الغباء؟ انا بجرب معاكم في المقرا ايه؟ كده كله على وش ده بس مش جايه طبعا البليت دي 250 بس. نعم عايز اعرض البليت ده البليت اللي جوه. بدل البليت بالظبط ده اللي احنا بنتكلم فيه يعني. ما ينفعش
كل ما نعمل كونكشن نرسم بليت على عوامل فوق وارد مفيش مشكله وارد جدا مفيش مشكله تاني الاستيفنرز ودي الكي مفيش هنا اي حاجه تدل على الايه مفيش بعد كده حاجه لا مفيش هنا قط يعني هتلاقي التانية هي اللي فيها القط مريح يعني مش عايز بس انا المشكله اللي قبلتني الكونكشن اللي اتمسح كان نفس الشكل العام المفروض يوصل هي كده المسامير ما تكلش على فكره بس ماشي الاتش هنا مش مظبوط الايدج ده مش مظبوط او الايدج ده نتيجه ان الفلانج العمود صغير كمل يا معلم المشكله في الكونكشن اللي اتمسك لو معلش تعمل عنده تلاقي شكل العمود من فوق زي ده اللي عندي بالظبط ده انا ما عرفتش اعمل معاه ده عايز تتعامل معاه الوضع ده بالظبط يعني هتلاقي كده انت في الفلانج الرافتر فول عمود ولا يهمك عامل من ده ايه يا باشا ده جريد لاين 5 حاجه هنا اقول له وريني جريد لاين 5 ماشي احنا بنتعامل هنا ماشي انت عايز العمود ده يبقى فوق مش كده؟ احنا خدنا حاجه اسمها فيتنج مش كده؟ بقول له فيت العمود ده على اللاين ده مش ده القطع اللي انت عايزه؟ بالظبط ده شكل انا عايز اعمله انت كنت بتعوم في الحبر ولا ايه؟ لا المسج المسج يا راجل اسبوع عايز اكل لا اسبوع لا اسبوع انا برضه الشاد يطلع من ايدي برضه بس لو قادر يخلدني في الموبايلات يا راجل اه والله كان باكل خايف ما تغيرش ولاجنا ولا ايه؟ خبطت بيتاي بس هي مع صورتي الموضوع ده ممنوع التصوير جوه اللجنه عشان الناس بتاخد فلوس عشان انا اثبت لك ان انا صورت اللي انت عايزه بس مش هاخد الموبايلات يعني مش هو اواضي رخمين اواضي بيتهم تمام كده يا معلم كده الدنيا سهله اواضي شكلها طيب ايه تاني؟ بس كده هو بتاع الميكانيشن اللي بس انت قلت لي ليه خلاص اللي هي بتاعت السكن تمام محدش عنده اسئله تانيه؟ نبدا الحصه بسم الله ابتدي بس عشان ايه ابقى فير معاكم كمان ال كونكشن ماب احنا عايزين بيم تو بيم فريمنج كليب انجلز اهي يا معلم دي 141 دي من ناحيه واحده عند الانت بص بقى دي من ناحيتين 143 والفرق ايه؟ بص هنا عامل لك ازاي؟ طب ممكن مسمار من هنا يمسك في ده وما يمسكش في ده. يعني هو عامل لك كونكشن تنفع لكل حاله في الحاله دي. حتى لو كليب انجل مرحله او ما شابه مش مشكله. هو بيتعامل فيها. دي كلها هتلاقي 143. والباقي 141. انا بقى اعتقد انك بتعملها من ناحيه واحده 141. بتتعلم على الكاميرا اللي هي دي والكاميرا اللي هي دي يعني الاول على اليمين بعد كده الكاميرا على اليمين والكاميرا على الشمال. كده ما تنفعش عشان كده كده تضرب معاك على طول صح؟ طيب نبتدي بقى درسنا اليوم ان شاء الله احنا كنا ربنا رزقنا وعملنا هند بليت لذيذ وعملنا سيت انجل وعملنا استفنر وحطينا مسامرنا والدنيا كانت ماشيه لوز وحلاوه صح؟ حد عنده مانع؟ حد عنده اعتراض؟ ممتاز النهارده هنبتدي نعمل الحدوته دي ان هي تبقى سمارت، يعني ايه سمارت؟ احنا لما كنا غيرنا العمود المره اللي فاتت خلناه اي بي ام تيم مثلا. كونكشن ضربت. صح؟ قلنا لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين لما نغيره يطلع ويفضل ثابت، قلت لي ازاي؟ نبتدي نتعلم ازاي بقى؟ هقوم اعلم على الكونكشن واقول له رايت كليك ايديت كاستم كومبوننت. هيظهر لي خير اللهم اجعله خير ثلاث ايه؟ أربع قولوا معايا يا شباب أربع فيوهات وهيظهر لي كمان تول بار اسمه كاستم كومبوننت تول بار وهيظهر لي الكاستم كومبوننت براوزر ماشي يا شباب تعالى ناخد دي كده على جنب عشان إيه أو أقفل دول ماشي مش فارقة خلينا نبتدي ماشي طيب تعالى نبتدي إيه نشرح كده واحدة واحدة هنعمل إيه أول أمر هناخده هنقول
ان انا عايز الهيد بليد ده لما يتغير البروفايل بتاعه الكت اللي معاه يروح ويجي. يعني البليت دي 20 النهارده، مثلا انا عملتها 15، عملتها 10، عملتها 40، عملتها 50، يبقى البليت متظبطه. طب نظبطها ازاي الكلام ده؟ اول حاجه هناخدها حاجه اسمها بايند بلان. يعني ايه بايند يا رجاله يا بنات؟ بايند يعني نلزق الحاجه في حاجه، صح؟ خدت حاجتين لزقتهم في بعض عملت لهم بايند، صح؟ بمعنى اصح انا بعمل بايند يعني بلزق البلان ده على بلان تاني. ناخد مثال، الكات ده مش كات بلان يا جماعه، اعمل له رايت كليك واقول له بايند تو بلان، هيقول لي بايند للبلان ده. ينفع اعمل له بايند للبلان ده؟ ليه؟ يعني ينفع اعمل الكات ده بايند على البلان ده؟ اه لا مش ينفع، عشان كده الكاميرا بتنزل في العمود. لا بص، لو انا جيت كده هيقول لي انت حمار. ليه يا عم انا حمار؟ اصل ما ينفعش الزق بلان عمودي على عمودي على بلان تاني. لازم الاثنين بلانز اللي انا الزقهم يكونوا بارلل لبعض. ايه؟ صح، المفروض يبقى الناحيه الثانيه. فهاجي هنا اقول له بارلل لده. فانا ممكن اعمل بايند هنا وممكن اعمل بايند هنا، مش مشكله، بس المهم يكون البلان بتاعي ايه؟ بارلل. لما اجي اوصف حيطه، بص هتلاقي فيه هنا ايه؟ دايمنشن صغير كده باين اهو. شايفين الدايمنشن ده؟ يعني ده معناه شايفين علامه الدايمنشن دي؟ دايمنشن على فكره. ماشي، وهناخد ازاي نتحكم فيها دلوقتي. حد موبايله بيرن؟ طب حد هيفرقع مننا؟ طب هو سكت الحمد لله. ماشي طيب، اه ده موبايل انا، عشان انا كان امبارح كان ورايا معاد الساعه 7. شوف ماشي، لا 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 مش مشكله. احنا دلوقتي عملنا بايند للبلان على بلان تاني. يعني لما انا اجي دلوقتي اوصف الحيطه دي هقول ان الحيطه دي على بعد ثابت من الحيطه دي. عندك هقول ان الحيطه دي على بعد ثابت من الحيطه دي، صح يا شباب؟ يبقى انا كده بوصف بلان بارل لبلان تاني، مظبوط؟ طيب لو انا بوصف نقطه وعايز احدد مكانها، احدد مكانها ريليتيف لكام بلان؟ لو انا عايز اوصف نقطة عايز احدد مكانها، احدد مكانها نسبة لكام بلان؟ يعني نقطة فراغ يعني؟ ايوه. وانا عايز احددها احدد مكانها بالظبط. اه ثلاثة اكس واي وزد، صح؟ فاذا النقطة اقدر اعملها بلان ثلاثة بايند بلان لثلاث مستويات عمودية على بعض، تمام؟ البلان العادي سواء بلان كات او اي بلان تاني يبقى اعمل له بايند ايه؟ على بلان تاني، اتفقنا؟ نجرب كده القصة دي. يعني لو انا دلوقتي عملت دبل كليك على الايه؟ على الهيد بليت وقلت له بدل هيد بليت 20 خليته 10، المفروض ان انا الاقي الكات ايه؟ شفته؟ الكات زحف معايا وراه. طب خليته 40، اه لو خليته 40 شغال معايا، ولا سحر ولا شعوذه. فهمنا كده البايند؟ طيب بنفس المنطلق انا عايز اربط بقى، شايفين بقى؟ انا هربط النقطه دي مع الايه؟ مع الفلانجه دي، عاملها بايند بلان هنا. وارجع اعمل لها بايند بلان تاني هنا. عشان تسحب الاثنين. هو كده اوريدي في عمل بايند بلان اهو وبايند بلان اهو، تمام؟ ايه؟ هو اوريدي انا معتبر البوينت دي في السنتر، فمش هيحصل لها التالت ده. التالت ده مش هحتاجه، بس انا بديك انديكيشن. بقول لك ليه؟ لان انت امتى هتيجي تعمل الاتي؟ هتيجي تعمل بايند هنا وتيجي تعمل بايند هنا، هيطلع لك يساوي، صح؟ تبقى انت فاهم ان انت بتعمل بوينت بايند في ثلاث مستويات ماكسيموم على ايه؟ بس يكونوا عمودين على بعض.
والبلان بتعمله بايند للبلان بارللي صح؟ طيب. تعال نجرب بقى نشوف القصه دي، يعني لو انا غيرت دي كده خليتها اي بي 200، بص اللي هيحصل ايه؟ البوينت دي في البلان رجعت ورا، بس البوينت اللي تحت ايه؟ ما رجعتش صح؟ مش انا عامل بايند للحته اللي فوق بس، فبالتالي البلان بقت واخده الشكل العجيب ده. يا عم انت هتقعد تقرفني، ايه القرف ده؟ طب ولا تزعل نفسك. ايه؟ انا هقول لك اهو. انا هعمل البليت نفسه بقى ايه؟ انا هعمل حركه اسرع من كده بكتير قوي. فاكرين لما قلنا على الماجنتيك جريد؟ في حاجه عندنا اسمها ماجنتيك بلان. تعالوا نشوفها. بعمل كرييت كونستراكشن بلان. كونستراكشن بلان ده زي كونستراكشن لاين، بس هو بلان. هقوم دايس على الايقونه دي واقوم كاتب ادي كونستراكشن بلان بوينت 1 بوينت 2 بوينت 3 بوينت 4 واقوم قافل البلان بتاعي. دلوقتي يا شباب البلان ده لمم كام نقطه؟ لمم البوينتس الستارت والاند بتوع البليت والنقطتين على ايه؟ على الكليب. طب لو خليت البلان ده ماجنتيك مش البلان ده كده لو اتحرك هيسحب كل نقط معاه؟ طب لو عملت البلان ده بايند بس، تعال نجرب كده بقى يا باشا، نخلي دي اي بي اي 200 ولا سحر ولا شعوذة. طيب انا دلت بايند بلان بالغلط، المفروض ان ده بايند بلان للبلان ده. تعال بقى نشوف. هو بايند بلان انا بختار حاجه واعملها بايند بلان ولا ايه بالظبط؟ لا انت بتختار حاجه وتعملها بايند. يعني بتختار بلان تعمل له بايند على بلان تاني. تمام. بس انا بختار بلان واقول بايند. انا اخترت بلان الكات وقلت له اعمل له بايند على ده. لو قلت دي 200 فهمنا القصة كده؟ صعبة القصة دي؟ لذيذة صح؟ أؤمر نعملها من الأول بايند بلان. حاضر ولا يهمك خالص يا باشا أنت تؤمر. بس حتة البوينتس اللي قاعدة هنا في النص دي. طيب توتال بقى، بدل ما هقعد أمسك بوينت بوينت أعمل لها بايند على فلانجة العمود وانسى بوينتس وما انساش بوينتس والكلام ده، هنيجي نعمل ايه؟ كونستراكشن بلان يلم لي الايه؟ البوينتس دي. فهقول له كرييت كونستراكشن بلان. فين؟ على الفيس ده. اهو 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 صح؟ عملنا كونستراكشن بلان اهو. بالمره بقى هخلي البلان ده ايه؟ ماجنتيك. فبالتالي لما البلان ده بقى ماجنتيك لما يتحرك هيسحب معاه الايه؟ كل النقط صح؟ وهعمل البلان ده بايند على فلانجة العمود. وهرجع اعمل الكت بتاع الكاميرا بايند على ايه؟ بس ده كل اللي انا عملته. لما اغير دلوقتي البروفايل ده خليه اي بي اي 600 كبر ورحل معايا، هتلاقي بس الاستيفنر هو اللي غاص طبعا، ودي طبعا النقطه دي احنا ما عملناهاش بايند فعشان كده ايه ما ظبطتش. تمام. انما ده النقطتين بتوعه اللي على البلان اتعمل لهم بايند ورايحين بيجوا معايا صح؟ طيب حد عنده اسئله لحد دلوقتي؟ نبتدي نخش في مرحلة أعلى سنة؟ أعلى سنة مش هنغوط قوي يعني. إحنا عندنا كاستم كومبوننت براوزر. هتلاحظ حاجة.
اول ما بدانا الكاستم كومبوننت ده كان شكله عامل كده صح. اول ما ربنا فتحها علينا ومسكنا القط راح ايه مشاور لي عليه. باختصار الكاستم كومبوننت في البراوزر ده في كل حاجه جوه الكاستم، يعني سواء شاورت هنا هتنور هنا، شاورت هنا هتنور هنا، هي الاثنين مربوطين ببعض. وفي نفس الوقت في كل حاجه مرتبطه بدي، يعني هنشوف دلوقتي في علامه صح وثلاث نقط ندوس عليهم، دي اسمهم الفاريبلز، علامه صح وثلاث نقط. ايه الفاريبل دي؟ احنا مش خدنا بايند بلان هنا؟ بايند بلان عباره عن ايه؟ عباره عن مقاسات. عباره عن ايه؟ عباره عن مقاسات. فكل بايند بلان انت خدته هنا هو نازل مقاسه صفر ونوعه لينث وقياسه فاريبل تايب ديستنس، وهو تو بي هايت هنفهم يعني ايه هايت دي بعدين. ماشي؟ تعال نشوف لو انا مثلا مسكت ده، ده البعد الاولاني، لو انا اديته من هنا 100 هتفهم حاجه؟ ايه؟ طلعت فوق. ليه طلعت فوق؟ ما هو بص دي 3 ده فين؟ دي 3 ده اللي هو ده منور اهو. ده عباره عن ايه؟ عباره عن البايند بتاع البوينت اللي هنا مع التوب بتاع الفلانجه صح؟ فلما اديتها مقاس 100 القياس ده بدل ما كان صفر بقى 100، فبدا يكبر شد البوينت، شد البوينت لفوق اهي كتبت 100 اهي قصادك اهي 100 صح؟ طيب ناخد قياس تاني، ده دي واحد اللي هو الناحيه دي نكتب فيه 50 راح مع انتر بتاع ايه شددها بره 50، ده عباره عن ايه بياس 50 ده؟ ده قياس البايند بلان، قياس البايند بلان بس معلش ما ظبطش، المفروض ان هو يقيس كله، يعني المفروض ان هو يشيل ايه في حاجات شالها وفي حاجات لا. ايه هو في بوينت هنا مش لقطه؟ طب دي مش لقطه. شفت بقى عشان دي تلقط لازم تبقى صفر ودي تبقى صفر، لما تيجي تلقط دي تخلي دي 100. حد فهم حاجه ولا محدش فهم حاجه؟ طيب ماشي كده ظبط اهو. حد جمع ولا ما جمعش؟ ما احنا ليه هنعمل حاجات مش انت عايزها تبقى كاستم؟ كاستم ليه؟ هنغير الحاجات دي كلها ليه؟ عشان تتغير الاحداث اوتوماتيك. هفهمكم اللي حصل دلوقتي. احنا قايلين ان البلان ده ماجنتيك صح؟ فالبلان ده النقط اللي عليه اللي هي هنا وتحت، لما ادينا البايند ده 100 النقطه دي طلعت فوق، لما طلعت فوق حصل ايه؟ بعدت بره البايند. عشان كده لما اديت البايند ده 50 ايه اللي حصل؟ البوينت اللي ورا حصل لها البايند 50 اللي فوق لا، فهمت؟ فرحت انا عامل لك ايه؟ قايل لك خلي ده زيرو، رحت منزل البوينت تاني في البلين، خليت دي بعد كده 50 خليت دي بعد كده 100 راحت رايحه كلها مع بعض. ده فاريبل زي سيكنس البايند بالظبط. تمام؟ وضحت المساله؟ طب انا برضه مش فاهم ده هنعمله امتى؟ هقول لك هنعمله امتى وفين، ما تخافش لسه. لا لسه احنا لسه بنتكلم في حاجه ثانيه خالص، لسه بنتكلم واحده واحده ماشي. دي ايه؟ دي 2 دي هتلاقيها بايند ثالثه. تعال نشوف دي البايند بتاعت القط اهي تمام. طيب
تعالى بقى ايه نتعلم حاجه تانيه. انا عايز ادخل الثيكنس بتاع البليت ده من جوه الكاستم. عايز اتحكم في ثيكنس البليت من جوه الكاستم. اتحكم فيه ازاي؟ هقول له اد فاريبل. الفاريبل ده مثلا سي هو سماه بي 1، انا هسميه مثلا اي 1 او اي او فاريبل بروفايل بي ار. ماشي اتفقنا. نوع الفاريبل ده ايه يا شباب؟ لا بروفايل. هكتب فيه مبدئيا بليت 250 في 20. ماشي؟ وهقول له تو بي شون، يعني البارامتر ده ورهولي. ولما تورهولي هسميه ايه؟ هيد بليت ثيكنس. تمام؟ حاجه انا اهوت ادي بي ار اهي، هاخد دي كوبي وحاجه على البليت. البارت دي اهي دي البارت البليت اهي. الجنرال بروبرتيز بتاعت البليت هقول ان البروفايل بتاعها اعمل عليه رايت كليك اد ايكويشن ان البروفايل بيساوي بي ار. تعال نجرب كده نغير البروفايل ده اي بي اي 200. التارجت ان انا ادي سماحيه ان انا اسمح بتغيير ثيكنس البليت او بروفايل البليت ده خالص. طب انا عايز اتحكم في بروفايل البليت من بره، اعمل ايه؟ جبت البليت وجبت له الجنرال، حطيت الاول فاريبل، الفاريبل ده اسمه بي ار. ماشي؟ وبي ار ده قلت له ان ده بروفايل. البروفايل بي ار او الفاريبل بي ار ده قلت له خلي بالك البارت بتاعتي اللي هي الهيد بليت دي البروفايل بتاعها خده من الفاريبل اللي هو اسمه بي ار. صعبه؟ طب نشوف تطبيق ده على الماكرو بتاعتي. نقفل هيقول لي سيف، هقول له يس. نقفل هوريها لك دلوقتي لما نيجي نعمل الايد الثانيه. دبل كليك على الماكرو، الماكرو ظهر فيها هيد بليت تكنس اهي. كانتش بتظهر زمان. ايه؟ كانش ينفع اغير اي حاجه. بالظبط، ما كانش ينفع اتغير اي حاجه. انما دلوقتي انا اقدر اقول له بليت 200 في 10. واقول له موديفاي. الراجل استجاب وزي الفل، بليت 200 في 50 او 20. اقدر اختار بروفايل من هنا. يو بي بروفايل، حط لي بروفايل اي بي، مفيش اي مشاكل. حط اي عفاريت بقى مش فارقه معاك يعني. فهمنا القصه دي؟ صعبه ولا حاجه؟ هي لذيذه خالص سهله والله. لا ما انا هقول لك دلوقتي، هقول لك هي رخمه في ايه وتتظبط ازاي. طبعا انا قفلت الكاستم كومبوننت من هنا بالمناسبه، ده كلوز. وهنجيب الفاريبلز. الفاريبلز دي بقى انت تقدر تتحكم فيها تحكم كامل. يعني ايه الكلام ده؟ اديك مثال. انا عايز اساوي فاريبل دي 3 بفاريبل دي 2. فاجي اقول له ايه؟ فاريبل دي 3 ده بيساوي دي 2. ماشي؟ فحاجه على دي 2
اكتب له فيها 100 هلاقي ده وده كبروا مع بعض فوق وتحت اكتر من كده ممكن اعمل حركه كمان انا اقول له دي زائد دي 1 عشان بقى تبقى الدنيا ايه ضلمه فدي 1 هنا بزيرو لو حطيت دي 50 هتلاقي الدنيا لخبطت طبعا حط دي بزيرو حط دي بزيرو تلاقيها ظبطت تعال حط دي مثلا بناقص 10 ماشي حط دي ب 50 ناقص 10 زائد 50 تديني دي 40 اللي هي دي 3 دي 3 اللي هي دي 40 اهي انت في ايه مالك؟ الايكويشنز دي مش عايزك تحفظها انا بديك امثله طيب سيبك من العبط ده ايه قصه هايد وشو؟ هايد وشو ده يعني شو وريها لي بره هايد يبقى الحاجه دي ايه؟ ما تظهرش ما تعرفش تعمل فيها ايه؟ طيب البروفايل تايب هتلاقي فيه هنا نمبر ولينث وتكست وفاكتور وانجل وماتيريال بروفايل بولت سايز بولت ستاندرد بولت تايب ستاند سايز هتلاقي فيه اف كونديشن وياس ونو واللي انت عايزه. طبعا ممكن تعمل هنا اهوت اد ايكويشن ثانيه مثلا الايكويشن دي هنسميها بولتس ستاندرد مثلا بي اس ودي هنسميها بولت ستاندرد. دايما لو هتلعب في البولت لازم تضيف الاثنين دول بولت سايز ماشي هتخليها دي بولت سايز ماشي هتيجي هنا اهوت في الكومبوننتس ادي المسامير ايه البولتس هتيجي تقول البروبرتيز بتاعتها البولت ستاندرد خدها من سكرو دن كنترول سي بولت ستاندرد ولازم تسيبها باسمها كده على فكره. كنترول في ماشي والبولت ديامتر كنترول سي احنا هنخليها 20 مللي ماشي البولت سايز ادي كويشن كنترول في ماشي وهتبتدي بقى تحط بتاعتك مثلا تحط اكس مثلا بس مش هتحط له هتحط له نوت ايه؟ ليست ترو نمبر مثلا 100 ايه هتيجي تقول له ان اهوت الاكس ستارت اكس مثلا او البولت ستراكشر ديستانس جروب ديستانس في اتجاه اكس بيساوي لا سيبك مني معلش احنا هنسمي بي اكس ماشي هيساوي بي اكس ماشي فهنا هتلاقي مسمارين بس لو انت قلت له هنا 3 بي 75 مثلا 3 في 70 برضك احفظها 100 في حاجه هنا بولت ديستانس يا بنات او ديستانس ليست فين؟ في ايوه فين؟ ايوه بالظبط لو احنا قلنا هنا ديت 3 في 70 ايوه تمام؟ بالظبط تعالى نقفل ده بقى نختار هنا بقى ايه البارامتر 1 ظبطت. شوف فين الـ ايه؟ الـ distance هي؟ هو بيغيرها ما بيكتبهمش في اساميهم بيكتب في البارامتر الواحد. ما انا ما غيرتش في التكست. عايز تغيرهم حاضر.
هنعمل رايت كليك اديت كاستم كومبوننت، هتخش هنا على الفاريبلز وتخش على البارامتر الاولاني. البارامتر الاولاني اللي هو دوت اسمه ايه؟ سكرو دين، ده اللي هو ايه؟ بولت ستاندرد. والتاني بولت دامتر، والتالت بولت ديستنس، اكس او اكس بولت ديستنس. ماشي كده. كلوز كلوز الكونكشن. يس، لما هاجي اعمل دبل كليك هنا صح. والطريقة دي تقدر تخلي الكاستر بتاعتك سمارت. أي فاريبل في الدنيا عايز تضيفه لأي حاجة أعتقد إنه سهل دلوقتي. طيب ليه بقى ما بنخليش الحياة كلها كاستم؟ مادام الكاستم تقدر تديني اللي أنا عايزه. على فكرة أنا كده لسه ما انتكش أدفانس. الكاستم دي ليها فيها فايل بي دي إف كده، لو حبيت اللي عايز يستزيد يعني ممكن تدخل فيها صور، ممكن تدخل فيها تحط الكلام ده زي الماكروس بالظبط. يعني ممكن تفتح الكاستم دي ما تحسش ان هي ايه كاستم اساسا. كويس. طيب بس دي يعني ليها موال كبير فانت مش محتاجه قوي، يعني انت لحد كده زي الفل. طيب ليه انا ما بستخدمش الكاستم ده؟ من الكاستم حلوه كده وفاريبل. بص، اولا بتقل الموديل جدا، تمام. ثانيا وده الاهم، لو انا فتحت اي ماكرو عندي، ماكرو اهي 144، عد معايا كده جنب كل فاليو فيلد في ايكويشن. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وهكذا بقى لحد اخر الايه الكاستم. هتلاقي نفسك عشان تعمل ماكرو محتاج لك سنتين ثلاثه. الماكروز اسهل بكتير. بس انا بديك الكاستمز ليه؟ وارد ان يكون في حاجه عندك يعني كاستم الكونكشن دي متكرره 30 40 مره، بس هيها بتتغير فيها دخلت الهيد بليك مثلا، او بتغير فيها السكروز، تبقى انت فاهم تهندل الكلام ده ازاي من غير ما تاذي نفسك. فاهمني؟ وضحت المساله؟ حد عنده اي اسئله في القصه اللي احنا حكيناها دي؟ ها؟ استويتوا ولا لسه جاهزين شويه؟ ها؟ حته كمان؟ باشمهندس؟ طلع شيت اللي احنا نسينا نفتحه النهارده ده. هو اوريدي ده خلصان بقالي ساعة على فكرة، بس هو شغال اصلا تكييف اصلا. يا راجل احنا هنموت سيادة مش حرمانين. ناخد حته صغيره كمان ما نقولش قد التكييف ما صحش يعني. عايزين تمشوا الاول؟ لا 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 تمشوا؟ لا عايزين لون ايه النهارده الاول؟ ايه في ايميل؟ عندي كلهم النهارده ان شاء الله. ايه؟ يلا مفيش مشاكل. هو لون بناتي شويه بس شغال مفيش مشاكل. انتوا اللي عايزين كل حصه بلون يعني. ناخد كمان حاجة صغنونة كده. أخدنا الـ Add Equation والـ Bind Plan والـ Custom Component عشان ما بقاش بعلم وأنتوا مش فاهمين أو مش واخدين بالكم. ماشي، خدنا الـ Custom Component صح خلصناها، وخدنا الـ Bind Plan، خدنا إيه؟ الـ Add Equation. إحنا بالمرة هنبتدي نخش النهاردة كمان على الكتب بالمرة.
هناخد اول جزء بس على الاقل حتى في الكتالوج. هو عباره عن ايه؟ عن البروفايلات، ازاي نعمل اديت في الكتالوج والسكتش كاركتر. فاكرين لما قلت لكم احنا هناخد طريقه نرسم الزي احنا بطريقتنا، الزي اللي انتوا عايزينها بقى، مش بس الزي، اي حاجه في الدنيا. كنا احنا قلنا القصه دي. طيب الزي سكشن اللي هي بتبقى عامله كده، حرف الزد اللي هو له لب مايله كده في الاخر، تمام، عامل زي البطه كده. تعال نشوف بقى القصه دي. اولا قبل القصه دي انا بحاجه اسيوم ان انا دلوقتي عايز اشتغل في موديل امريكان، وفي نفس الوقت عايز اشتغله بقطاعات يو بي، يعني عايز اشتغل موديل امبريال والقطاعات اللي عندي يو بي او العكس. يعني عايز انقل الكتالوج من حته لحته، اعمل ايه؟ عايز اتعامل مع الكتالوج بتاعي. قلنا الكتالوج بتاعنا بسيط خالص، تخش على موديلنج بروفايل، بروفايل كتالوج، هيجيب لي الكتالوج بتاعي. ببساطه شديده جدا انا بقول له اكسبورت، بيقول لي سميه اسم، هسميه مثلا سميه سي او، سو سي او بي دوت ليس بس. اوكي خلاص الكتالوج كده طلع في الموديل فولدر باسم سي او بي دوت ليس. بتاخده تحطه في الموديل فولدر الثاني وتقول له امبورت، بدل اكسبورت تقول له امبورت، هو بيقراه لوحده. صعبه؟ مش الكتالوج ده موجود اصلا في الريتم بتاعك؟ موجود، بس ورد فرض انك انت بادئ على انفايرمنت معينه او عندك قطاعات من هنا ومن هنا. دي دايما بتحصل دايما في الستيل ستراكشر. تلاقي واحد ايه؟ جايب قطاعات اوروبي او قطاعات انجليزي يو بي ويو سي، وفي النص كده راح رازع لك ايه؟ اصل انا عندي في المصنع كام قطاع كده امريكاني عايز اشغلهم. دبليو ومش عارف ايه وبتاع. يعني هنستحمر مع بعض. يقول لك هو كده اعمل لي في المصنع انا يعني اركلهم. فتلاقيك مضطر انك تاخد شويه من هنا وشويه من هنا. فتكلم 16 و17 احترموا نفسهم. هو كل الدنيا في يعني كل العالم مسيستم نفسه. بيختار سيستم انجليزي ويشتغل عليه. بيختار سيستم امريكاني ويشتغل عليه. هما لقوا الميدل ايست هنا الدنيا معجنه. كل واحد جاي يدلي بدمه. فراح جايب لك شويه قطاعات ياباني وقطاعات انجليزي على شويه قطاعات امريكاني، فبقيت تفتح الميدل ايست ده تلاقيه بيزرم. يعني لو فتحنا الميدل ايست دي انفايرمنت الميدل ايست، لو فتحنا كده السكشنز هتلاقي خير اللهم اجعله خير. اول هتلاقي قطاعات اليو بي واليو سي دي قطاعات بريتش انجليزي ماشي. اتش اي اي واتش اي بي واتش اي ام واي بي اي واي بي ان دي قطاعات ايه؟ اوروبي. الاتش جيس ده قطاع ياباني، دي قطاعات ياباني. الدبليو هات دي قطاعات امريكان. انا عندي هو مشكله. اوه. لا عندي فكره مشكله. اصل احنا عندنا ما بنشتغلش، احنا عندنا لما بتفتح ما بتكونش اصلا مكتوب ديفولت انفيرمنت. الديفولت انفيرمنت دايما بتبقى اليوم. احنا عايزين نغيرها. لو انت عندك فيرجن 17 بتسطح وتلاقي في فولدر اسمه الانفيرمنت، سطب عليه انفيرمنت جديده اسمها الميدل ايست. هتلاقي في فيرجن 17 ده في 50,000 انفايرمنت. تمام؟ كان زمان تكلا بتعلم عن الانفايرمنت دي من جوه وانت بتسطب الموديل. بس هم لقوا ان هم بداوا يعملوا انفايرمنت لكل بلد ولكل اريا. فبقى فايل الانفايرمنت ده كبير قوي. فشالوه من السورس عشان ما يتقلقش الدنيا. وقال لك اللي عايز حاجه يجي ياخدها. تمام؟ فده اكزامبل مثلا. كان زمان قبل القصه دي كنا بنضطر نعمل اكسبورت وامبورت على طول. زمان على طول اكسبورت وامبورت اكسبورت وامبورت. عايز اقول لك ان رغم الخلطبيطه اللي هم عاملينها اللذيذه دي كمان، في قطاعات احيانا بتيجي احنا ما نعرفش مصدرها منين. بنخش نسيرش عليها على جوجل نقول القطاع ده موجود فين؟ يقول لي ده موجود في حته في الصين. اقوم واخد ابعاده واجي انا اقعد مثلا على الاي بيم زي اليو بي ده مثلا. اقوم قايل له لا اسمه اسف مش من هنا بقى. بخش على موديلنج بروفايلز بروفايل كاتالوج واجي مثلا على قطاع زي الاي بي اي. الاي بي اي بي 80 مثلا اقول له هات بروفايل جديد. البروفايل ده هسميه مثلا هسميه اي بي اي 120 اوريدي اكزيست. حاضر. اي بي اي كام طيب مش موجود؟ 350 مش موجود مش كده؟ اي بي اي
350 مش موجود 350 فعلا كويس وابتدي ادخل في 360 مش 350 وابتدي ادخل البارامترز بتاعته الاتش بتاعه بقى 350 مثلا والويتس بتاعه دايما الاي بي اي فلانجاته نص ويب لحد اي بي اي 300 بعد اي بي اي 300 هتلاقي فلانجاته ثابته على طول 300 دي صفه في الاي بي اي تمام الويب ثيكنس الويب الفلانج ثيكنس الكلام ده واقوم مدخله في الاناليسيس هنا وزنه اليونت ويت بير لينث اشوف مثلا القطاع ده كان وزنه كام واقوم مليه كده القطاع ده شغال اقدر اشتغل بيه اتفقنا انا مش عايز اعمل القصه دي ابديت طبعا نو اقفل مش عايز اساسا انا دلوقتي عايز ارسم بقى يعني انا كده عرفت ازاي اقعد قطع في الجدول مش موجود وعرفت ازاي اخد جدول احطه في موديل تاني انا دلوقتي عايز ارسم بقى قطع من مفيش من الهوا حد اشتغل على الساب الفيرجن 10.1 كان فيه انك تدخل قطاع بايدك من اول 10.1 وانت طالع حتى كنا بنستخدمها في قطاع كروس فاكر ورقه مربعات لذيذه كده وتقعد ترسم فاكر انت القصه دي؟ احنا ما هنستخدم حاجه شبه ايه؟ احنا بنعمل عمود الكروس ايوه وبعدين عايز ترسم تي بالظبط فكنت تعمل الاي ترسم اي وعليها تي او ترسم عمود كروس صح؟ ترسم العمود اللي نفسك فيه وهو بيظبطه لك صح؟ عندنا حاجه شبه كده برضه ازاي بقى؟ نيجي نقول موديلنج بروفايل حاجه اسمها ديفاين كروس سكشن ان سكتش اديتور. السكتش اديتور ده طبعا ده فاريبلز هتلاحظ ان ده زيه زي الكاستم كومبوننت بالظبط على فكره. يعني نفس القصه اللي احنا خدناها في الكاستم كومبوننت هناخدها دلوقتي في السكتش اديتور. عشان كده قلت الزق ده في ده على طول. تمام؟ السكتش اديتور ده عباره عن ايه؟ عباره عن الاتي. ده السكتش براوزر وده الحته اللي انا هرسم فيها اسف ودي الفاريبلز اللي انا هقعدها ماشي نبتدي نشوف الحته اللي انا هرسم فيها ده ايه سكتش بولي لاين هقوم راسم كده مثلا اقول ارسو او بلاش ارسو تعبني كده ايه رايكم في الزي سيكشن ده؟ يا باشمهندس في ايه؟ هو الشكل مش مقرف بس عادي يعني بص احنا حطينا الزي سيكشن ده انا عامله كده لسبب ان احنا هنبتدي نعمل له موديفيكيشن بالفاريبل بتاعتنا نبتدي نحط له دايمنشن ادي الدايمنشن ايه؟ فري دايمنشن نشيل القرص بقى مش عارف من هنا لهنا ادي اول دايمنشن وادي دايمنشن تاني من هنا لهنا. هنقول له ان هو طبعا ان دي واحد الله يفتح عليك دي 2 كويس ودي هتساوي 20 مللي. طبعا 20 مللي دي يعني طط مش باين خالص بس هتلاقي ان هو دي اتظبطت اهي دي كمان 20 مللي صممها. بعد كده هنقول ان في عندنا هايت من هنا لهنا ماشي وعندنا بريث او ويدث من هنا لهنا ومن هنا لهنا على فكره الكلام ده مش وارد يعني انت بتسمعه مني بس هو اعرف ان مش كل الشركات بتفهم في الكلام ده ومش كل الديتيلرز اللي بيشتغلوا تكلا شغالين في القصه دي انا بقول لك دي حته زياده بس انا مقتنع ان الزياده دي ضروريه ليك عشان تعرف تشتغل مع اي شركه ثانيه انت اصلا انا عمال افكر انت عمال افكر في مشروع يعني شغال فيه عايز ارسم الرينتا طب ما ترسم انت كده صعب؟ ما انا كنت عمال افكر اصلا قبل ما اخد دي انا هعرف من انت تر ازاي مش بروفايل على فكره في ناس انا اعرف ناس بتدخل لحد الترمات والهم ويعمل لك كل حاجه بس ايه كده بتدخل من انت تر في المنصب ده؟ ايوه بتدخلها كده ايه المشكله؟ انت في مشكله عندك؟ لا طيب ماشي خلاص الدنيا زي الفل انت هتيجي تقول له ان الاتش دي بيساوي 200 وهتيجي تقول له ان البي 1 بيساوي بي 2 تمام ودي
تساوي كام؟ 80 مثلا ولا حاجه ولا 60. كده بقى شكلها ايه؟ ماشي واحده واحده، ما تخافوش ما تاكلونيش يا جماعه، ما تقرقشنيش. ماشي. كمان ممكن تضيف ان هو الزوايا بتاعتك، بما انك انت عايز تدخل رينج جتر اهي، اللي هتبقى رزله حبتين ممكن هنا مثلا. الزاويه دي عايزها ماشي، عايز الزاويه عكس تقوم مختار عملك عكس السلكشن هنا كده. دي 135 تمام كده. هنا ما قريتش ليه؟ عشان ده مش عارف يسلك اللي ورايا. ممكن تعمل له هايد، اعتقد ممكن في هايد يعني. تيجي تعمل له لقطتين. اهي ايه واحد بيساوي ايه اثنين بيساوي 135 بيساوي 160 140. طيب الثكنس 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 اوكي، موضوع بسيط جدا جدا جدا. ممكن تقاد فاريبل اسمه تي. حلوه دي. تيجي هنا اهوت وتقول له ان الثيكنس اد ايكويشن بيساوي دي. الثيكنس بتاعك تحط له فاليو 100. ما اشتغلتش. هي ب 17 مش عارف ليه بتعمل معاها ازمه. بس هي في الباقي بتشتغل. ايوه انا عارف. 200 كمان. 50 انا زعلان بس انا مستقطبها يعني. وهيجيبها 50 ايه؟ وهيجيبها 50 بره مش راضي تقبلها. هو الظاهر ان هو فعلا يعني ايه راجل وفي. ممكن تحط السكنس هنا 100 بس انا 100 هو انا قصدت ليه اجيبها لك 100؟ اصل انا كتبت 2 مللي ولا 3 مللي مش هتبان ان الابعاد دي سنتر لاين. عشان كده انا قصدت ان انا اجيبها لك ان دي ايه؟ 100 فاهمني؟ طبعا الرينج جتر ولا البتاع ده عمرها ما بتوصل كده، لكن انا لو جبت لك دي 2 مللي ماشي. يا باشمهندس 2 مللي هتاخد بالك ان ده سنتر؟ طبعا ايه؟ هتخش في قصه بقى. قصه ايه؟ لا لا مش هدخلها سنتر وخلاص. انت هتيجي تقول له ان الاتش هنا اهوت 200 ناقص كذا. يعني الصح ان انا بدخل فاريبل بي وادخل فاريبل اسمه مش عارف ايه واعمل اوت بحيث ان هو لما يخش من هنا يظبط حاله من الزائد والناقص. خلاص ايه؟ التي عندي ما اشتغلتش بس هي ممكن تشتغل معاك. انا هنا لما زهقت رحت كاتب ايه؟ التكنس بيساوي 2 خلاص. هو التكنس خد 2 هيفضل على طول 2 ولا يفضل على طول 2؟ في الكيس دي يفضل على طول 2. لو دخله فاريبل تي لا انت اللي هتدخله. والفاريبلز اللي انت هتعملها شو هنا هي كل فاريبل دي هاي. لو انت عملت فاريبل شو هيحصل له شو بره. فاهمني؟ اخر حاجه نكتبها لما هنيجي نعمل ننور. اسف عايزين بقى نقفل. يس لما تيجي تسيف لازم الاسم بتاعك يكون مينيموم 3 كاركتر، ما يكونش فيهم حروف، ما يكونش فيهم ارقام اسف، ما يكونش فيهم سبيسز ولا علامات. يعني عشان دي ممكن اكتبها مثلا كود فورمت سيكشن مثلا زي او زي كود فورمت سيكشن. اوكي حاجه انا اهوت خير اللهم اجعله خير. اقول له انا عايز ادور على الزي. هلاقيه في اذر اهو ده القطاع بتاعي. لو انا مدخل له شو هيبان بقى البارامتر تحت؟ هيبان يا باشا. بص فين الزي؟ الزي اه ايه ده؟ يا راجل. طبعا. لا. تمام كده. ودي بتبتدي تقلب في الزي زي ما انت عايز. توب فرونت بيلو يعني. عايز ترسم جتر ارسم جتر، عايز ترسم ترمه ارسم ترمه.
تعامل انت بالشكل اللي يريحك. اتفقنا يا شباب؟ طيب انا كده ضفت بروفايل كاتالوج، عايز اعمل اكسبورت للبروفايل ده، مش مشكله خالص. يعني انا عملت في موديل وعايز اخد، حاضر كنترول اف، هخش هنا على حاجه اسمها ايه، كاستم سكتش بروفايل. زي سكتش البروفايل اهو البروفايل بتاعنا، رايت كليك تقول له اكسبورت، يطلع لك دوت يو اي ال اسمه زي، ماشي. رايت كليك تاني امبورت، هيطلع لك زد زي يو اي ال. صعبه؟ اي مشكله؟ نفس الحدوته دي في الكاستم. يعني انا اخدت كاستم وعملت كاستم وعايز اخدها برضو كاستم، ادي الكاستم بتاعتنا اهي، رايت كليك واقول له اكسبورت يو اي ال، برضو بتنزل يو اي ال، هنسميها اس بي اس، ماشي اهي. وبرضه نواط امبورت اس بي اس، تنزل تاني في اي موديل تاني، تمام. طيب فاضل ايه تاني؟ فاضل حاجه مهمه، الراجل ده طلع عينه عشان يعمل بيز بليد. الراجل ده اشتغل في مشروع تاني بس هو عايز البيز بليد بتاعت الراجل ده، عايزين ننقل من ده لده، نعمل ايه؟ بنخش على الموديل فولدر، شايفين الايقونه دي؟ اوبن موديل فولدر، فولدر اسمه اتريبيوتس. فاكرين الاتريبيوتس؟ سيف ولود والكلام ده، اي سيف ولود بيتسايب هنا بهوات. بس يعني لو في كونكشن عندك عملت لها سيف، يعني دي مثلا بي بيس بليت 01 جوينت 1074 1047 1047 يعني معناها ان ده الاتريبيوت اللي اسمه بي بي ال 01 للكونكشن رقم 1047. هتاخدها دوت جي والرقم، يعني معناها دي ايه؟ دي الاتريبيوت بتاع الكونكشن. تاخدها من دي كوبي في فولدر الاتريبيوت عندك، اتحملت عندك خلاص، مش محتاج اي حاجه ثانيه. يبقى كده سهل انك تاخد اتريبيوت من موديل تحطه في موديل ثاني. لا لا لا، خدها كوبي فولدر الاتريبيوت وهو يقراها لوحده. على فكره نفس الكلام ده في القطاعات، يعني مثلا احنا هنا عاملين قطاع اسمه ام سي كولوم، وعاملين قطاع اسمه ام زد كولوم، وعاملين قطاع اسمه بيرلن. اللي عملناهم في الاول، وكمان مسيبين فيو اسمه جريد اليفيشن، ومسميين فيو اسمه اند وول. كل حاجه بص، كل حاجه متظبطه، جريد بلان اهو، تمام. فالاتريبيوتس دي اي حركه جوه الموديل بتبوست سيف او لود بتتحمل جوه الايه؟ الاتريبيوتس. صح، سهل تاخدها من هنا لهنا. فاضل في الكتالوج حاجتين، احنا كده خدنا البروفايل كتالوج بتاعنا وعملنا فيه ايديت وضفنا فيه سكتش بارامتر، ماشي. هناخد الماتيريال كتالوج وتشوفه، لو قادرين ماشي، مش قادرين هنقف. احنا على فكره يعني بنهايه الحصه دي كده هنبقى خلصنا المودرنج تقريبا، يعني اللي باقي في المودرنج ده مش هياخد حصه، هياخد مثلا ربع حصه او نص حصه بالظبط. انما انتوا كده المفروض ان انتوا معلمين مودرنج. انا لو بقول معلمين ببقى اقصد ان انا اقول معلمين فعلا، ما بهزرش. يعني انت دلوقتي تعرف تحط ممبرز، تعرف تحط كونكشن من مكر، تعرف تعمل كاستم كومبوننت، تعرف تعملها سمارت بجد والله، وتعرف تحط كاتالوج، وتعرف تعمل ايديت في الكاتالوج، وتضيف بروفايل، وتضيف سكتش بارامتر. الديتيلر العادي بيعرف يعمل ايه؟ بيعرف يحط ممبر، بيعرف يابلاي ماكرو، وممكن يعمل كاستم. فانت حجم النولج اللي عندك، حجم النولج المفروض ان هي كبيره. فاهمني؟ ممكن يعمل كاستم. بس والله ما بهزر، دي حقيقة. يعني انت كده تعتبر المفروض ان انت من الادفانسد، اللي هو انت كده داخل في كورس الادفانسد قوي في الموديل، تمام؟ ما فاضلكش غير حاجات عبيطة، يعني يعتبر كلام مرطوش، تمام؟ هنبتدي ناخد الماتيريال النهاردة. كان حد سألني ان هو عايز يضيف ماتيريال. ماتيريال ما فيهاش أي حاجة خالص، برضه هخش على موديلنج
ماتيريال كاتالوج، مش اي حاجه خالص. بخش اضيف اي ماتيريال انا عايزه، بجيب مثلا ستيم رايت كليك واقول له اد جريد، اسم ماتيريال ايه؟ ماتيريال مثلا اس تي 52، ببتدي اضيف دنستي للبروفايلز ودنستي لايه؟ للبليتس. هات اي دنستي، طبعا الحديد لا دي ماتيريال تقيله قوي، هو 7850 يا جماعه كثافه الحديد 7850، وانا هشرح لكم هو ليه عمل كده. يعني اس تي 52 فين؟ هو شكله دل... اهي هضيف هنا اهوت بروفايل دنستي، وهضيف هنا البليت بيديها بروفايل والبليت بيديها دنستي والبروفايل بيديها دنستي. ليه القصه دي؟ هقول لك انا ليه. الجريتنج، افرض انا عايز احط جريتنج بليت جول موديل، انا مش هقعد ارسم بار بار في الجريتنج ده، عارفين الجريتنج احنا اتكلمنا عليه قبل كده صح؟ مش هقعد ارسم بار بار في الجريتنج صح؟ فبيجي اعمل ايه؟ اقول له الجريتنج ده له ايكويفلنت دنستي، يعني هو وزنه في المتر المكعب كذا، وزنه طبعا بيبقى اخف من الحديد كتير، فبالتالي لما تاخد الجريتنج ده بليتات يبقى وزنه ايه؟ اخف صح؟ طب انا عايز بقى ماتيريال معينه اتقل من الحديد، لو فرض يعني، ولو ان عمرها ما بتحصل كويس؟ بالتالي بديله ماتيريال اعلى من ماتيريال الحديد. انما النورمال ان دايما الماتيريال اللي انا بضيفها يا صفر يا ماتيريال اخف من الحديد. طب صفر ليه؟ افرض ان دي حاجه اكزيست انا مش عايزها تطلع في الوزن واعرف افلتر عليها، فبديها ماتيريال يا اما زيرو ويت او اسمها دامي زي ما تحب. تمام؟ ده الماتيريال واللعب في الماتيريال. في مشكله في الماتيريال؟ ممكن انا اعمل اي ماتيريال باي كثافه براحتك بقى. لو دامي دي انا عايز اعمل واحده فيه. براحتك خالص. قلب براحتك خالص. شيتنج عندك، عندك مثلا وايرز عايز تحطها شبك، مش وايرز اسمه بيرد سكرين، واحد طق في نافوخه انه يعمل بيرد سكرين خلاص هو حر عايز يعمل بيرد سكرين، هعمل بليتا السكنس بتاعها مثلا 2 3 مللي، بس عايز الدنستي بتاعتها تبقى نفس الدنستي بتاعت البيرد سكرين، حاطه في عينيا دي مش مشكله. اوكي؟ طبعا في اناليسيز وفي ديزاين وفي مش عارف ايه، احنا مالناش قصه دعوه بالقصه دي خالص، مش هتدخل انت فاريبل ولا المدرس والفلاستيستي ولا بوسونس ريشي ولا الترمن مش عارف افكت ولا الكلام الفاضي ده. طيب فيكم حته تكملوا ولا سكتوا؟ ها كتير ولا قليل؟ نص نص قليل المره الجايه. ما دام سالت خلاص عايزين نعمل دول بس. اه طيب كويس انا فكرتني، خش على تولز تول بارز. ايه ده؟ مش نازل 17؟ لا الناس بقى دي عندنا دي يا رجاله. يا عندنا دي معلش موجوده في 16. لا مش هتبقى في النص، يبقى في النص كده بتفتح لك سهم تلاقي فيه 50,000 حاجه. دي عندنا دي يا رجاله. كان في زمان لود تول بار 13 بتاع تول بار 13 فيرجن 13، لان هو الفيرجن من اول 13 ل 14 حصل طفره في التول بارز، غيروا التول بارز خالص. انا عايز اسال سؤال، مش ده كده 17؟ اه هيبقى ملم بكل هو ملم باللي فات كله، بس هي الفكره ان هم ايه مش عايزين، مش عايزين حاجه تفكرهم بالفيرجنز القديمه الظاهر. طب ممكن تعمل كاستمايز زي ما اتفقنا انك احنا شرحنا دي مش كده؟ في حاجة كمان حدها لكم حاجة خفيفة يعني، دي عشان انتوا بس ايه من عندي يمكن بس مش اكتر يعني. لما عاوز اعمل امر في تكلة والامر ده بيتكرر، ممكن تسجل الامر ده ازاي؟ بص تخش على تولز ماكروز تكتب مثلا ان هو ايه تشيك، يعني الممبر اللي انا هشيكه يقلب لونه احمر مثلا. كويس؟ اعملها ازاي دي؟ هقول له كرييت او ريكورد مثلا.
هيبتدي ريكورد بروبرتيز 2 ابلاي او الاول ايه موديفاي ابلاي اوكي ستوب. بص بقى حضرتك لما اجي ادوس على العمود ده واقول له شكر رن حد فاهم حاجه من القصه دي؟ ادوس على العمود ده وده وده انا خلاص شايفه رن تمام. ايه رايكم؟ خد مفعول لاين. على فكره الماكروس دي كمان هما بيعملوا فيها ابديت، يعني هتلاقي ان هو مثلا لا دي كانت قديمه، كان في زمان مثلا ماكروس بتعمل الجريد الراديال جريد، الماكرو بتعمل الماكروس دي بتتعمل بالسي شارب اللي في البرمجه شويه، ممكن يجيب حاجه اسمها فايل اسمه دوت نت ويعرف السي شارب ويعرف الدنيا فيها ايه وينخر هو براحته اللي في البرمجه، يعني الحد اللي في البرمجه سي شارب. التكلا في ميزه ان هو مفتوح جدا على السي شارب او على اي لغه برمجه عامه، اي حاجه فيجوال ستوديو يعني سي شارب بي 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 دوت نت اي حاجه، فممكن تعمل عليه برنامج يبني لك مبنى، يوزع لك جريتنج، يوزع لك حاجه، الامر بتاعك مفتوح يعني. اتفقنا؟ ها في حد عنده اي اسئله قبل ما نفنش؟ طب في حد في حيل يسال اي سؤال قبل ما نفنش؟ طب كويس الحمد لله.